وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دوله قطر الشقيقه الى البلاد اليوم في زياره نخويه الى دوله الامارات وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله في مقدمه مستقبلي اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني لدى وصوله مطار الرئاسه في أبوظبي كما كان في الاستقبال كل من سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس الدوله، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسه، وسمو الشيخ طحنون بن زايد ال نهيان نائب حاكم اماره ابو ظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد ال نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون ال نهيان مستشار الشؤون الخاصه في ديوان الرئاسه، وسعاده الشيخ زايد بن خليفه ال نهيان سفير الدوله. لدى قطر